فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي من أثر الرسول فنبذتها وكذلك صراحة بالبداية ما كان عندي رغبة إني أحفظ القرآن، ما كنتش حابب إني أحفظ القرآن، كان تشجيع من أهلي، يعني أهلي أبوي قادني وقال لي من يابا تروح تحفظ قرآن، يعني ما مش إني كنت رافض، ما كنتش رافض، قلت خلاص تمام أطيح، وكنت أحيانًا أرجع من المركز يعني متضايق، بديش أرجع يعني خلاص بدي ألعب مع أصحابي، بدي أطش، بدي أروح، بديش أظني هون. فأهلي يرفع معنوياتي، الشيخ يشجعنا بدروس عن عظمة القرآن. والله بعد ما بلغوني هيك صفنت يعني وغمرتني سعادة لا توصف، يعني كنت فرح جدا جدا، يعني مش مصدق، يعني أنا كنت طالع من هون يعني آمل إن شاء الله الفوز. محمد ما شاء الله يعني عنده حفظ سريع وعنده طول نفس، يعني بيمكث 4-5 ساعات مع القرآن الكريم، يمكن 12 جزء 13 جزء 7 أجزاء 8 أجزاء 5 أجزاء على مدار شهرين 3 شهور 4 شهور ختم أكثر من ختمة، فمع يعني نفس طويل مع القرآن الكريم، وهذا يساعد حقيقة، يعني بيساعدني أنا بريحني إنه الطالب هذا مستعد لأي برنامج. هذا أحد الدروع يعني اللي أخذتها من مسابقة اللي فزت فيها على مستوى العالم بفضل الله سبحانه وتعالى. أخذت هذا الدرع بسبب فوزي بفضل الله سبحانه وتعالى في المسابقة الدولية للقرآن الكريم، وهذا من أحد أغلى الدروع التي أخذتها. في جزء المجادلة بسورة الحشر أحب أقرأها آخر شيء لأنه بتكلم عن عظمة ربنا وعن عظمة القرآن. متصدعا من خشية الله. فإحنا قاعدين برتب أنا وإخواني قاعدين بنشتغل، ما سمعت إلا صوت الزغاريت طالع والصياح بالحارة كان، فأنا يعني بدك الصحيح يعني تفاجأت في الموضوع، قعدت أتلفت يمين شمال أطلع وين الصوت، وين صوت ال تاستوعبت الموضوع. فطلعت علي واحدة من البنات من بناتي أخته اللي أصغر منه بتقول لي محمد فاز، طبعا هاي كانت التصفية الأولى، محمد فاز. أنا بدك صحيح يعني ما تمالكتش أعصابي يعني من الفرحة.